هتكلم على السياحة كعنصر آخر محتاج الاستقرار. يا ترى في دولة زي فرنسا أو أسبانيا أو حتى أمريكا أو إنجلترا عدد السياح اللي موجودين فيها قد إيه؟ تلقوا كم ضربة في تاريخ 50 سنة اللي فاتوا؟ وده كان ليه تأثير على يعني التوجه أو حجم السياحة اللي موجودة في بلادهم ولا لأ؟ إذن هو دخل مستقر، والدخل ده لما استقر عمل صناعة متقدمة في السياحة في بلادهم، في البلاد اللي أنا ذكرتها على سبيل المثال. عندي أنا تلقيت تقريبا كل من 7 ل10 سنة أتلقى ضربة، تقوم توقف لي الصناعة ديت وتخليها تتراجع، وبالكتير تاخد يعني قوة دفع بعد 5 6 سنين من الضربة وتبتدي تتحرك، بعد 7 8 سنين كمان تروح متلقية ضربة تاني، تلقى ضربة تاني تروح متوقفة تاني. طب وإن الصناعة ديت الناس اللي شغالين فيها والناس اللي عايشة عليها تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ إذا كان في يوم من الأيام، يعني على سبيل المثال في أحداث 2011 لما كان في طلب للتغيير في مصر، كان السياحة ساعتها 14 مليار تقريبا دولار. لما حصلت الأحداث ديت توقفت كل شيء في مصر. طب هل الناس توقفت عن الأكل والشرب والحياة؟ لا. طب الدولة تعمل إيه؟ طب ما ده تردي يؤدي إلى مزيد من التردي، وأنا آسف أقول لكم، وخراب يؤدي إلى مزيد من الخراب. إذن الدولة دي تفضل بقى 50 سنة تفضل تعيش دورات من الضياع، دورات من إيه؟ من الضياع، وعمرها ما تطلع قدام، عمرها ما تطلع قدام. أنتوا في 7 سنين بتقولوا إيه اللي أنتوا عملتوه في بلدكم مصر ده؟ ده نتاج الاستقرار والأمن والأمان. نتاج إيه؟ الاستقرار والأمن والأمان. المواطن في مصر 100 مليون اللي بتكلم عليهم دول عايزين يعيشوا، وده وأنا بقول الكلام ده عشان هيبقى في أسئلة كتير في المسائل اللي زي كده، وأنا برحب بيها، بس بقول مستعد تديني أموال أنفق بيها على الناس في مصر وهم بيتظاهروا؟ عندك استعداد تبعت لي كل سنة 20-30 مليار دولار أصرفهم والناس تقف في الشارع؟ أنا بتكلم بجد. هاتوا لي 50 مش 20 بقى مليار دولار كل سنة وأنا هطلب من المصريين يقفوا في الشارع. أنا صحيح بتكلم بجد؟ إذا كان ده هيحسسكم إن في حرية تعبير حقيقية، أنا مستعد أعملها. أعملها بالطريقة دي اللي هي اللي أنتم بتقدروها كمتابعين وكمراقبين وكمنظرين، بس قول لي اديني المبلغ ده عشان أنا أجيب المطالب الأساسية للناس ويبقى في إنفاق، وهم بعد ما بيخلص المظاهرة بيروحوا البيت عايزين يأكلوا. طب إزاي بقى؟ مش كده ولا إيه؟ فاللي أنا بقوله في النقطة ديت خدت وقت كتير، بس أنا حبيت أشرحها من مناظير كتير. طب حرية التعبير والرأي مكفولة؟ مكفولة. أنا مستعد أسمع أي نقد حقيقي يكون ده سبيل لتقدم الدولة ديت، لأن أنا معني أنا وزمايلي في الحكومة إن إحنا كأمناء على أو الشعب أمننا على الدولة ديت إن إحنا ناخده لقدام، ما ناخدوش للضياع والخراب والتدمير. وانا بقول الكلام دوت لان حتى بعد التجربه اللي انتوا شفتوها في ال6-7 دول اللي موجودين، لسه في نقاش تاني، لسه في يعني ليه ما تحطوا الموضوع، يعني حطوا تناولكم للمسائل جنب بعضها وقولوا طب الموضوع ده يعني المسار ده كان نتيجته ايه في الدول المتقدمه.
وانا بعترف بده، خدت وقتها في التطور في المجالات المختلفة بما في التطور الإنساني، ما كانش فيه تحتها فيش ضغط عليها، كان فيه ضغوط أخرى، لكن ضغط إن هي للتحول خد وقته. إذن أعطونا الفرصة إن احنا نتحول للأفضل دون ضغوط تؤدي إلى ضرر، وفي النهاية مش هتقدروا تساعدوا، مش هتقدروا تساعدوا، هتبعتوا المبعوثين ويتكلموا ونعمل ايه، طب تشوفوا لهم قرشين عشان الاكل عندهم مفيش اكل، الحاجات اللي بتحصل دي.